استفتاء كردستان العراق ككل الازمات التي عصفت ولا تزال تعصف بالعراق الجديد القى بالجزء الاكبر من ظلاله على احوال المواطنين بل واثر على ادق تفاصيل حياتهم. احد الاجراءات التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال كانت العقوبات الاقتصاديه كالحصار الاقتصادي واغلاق المطارات والمعابر فضلا عن الامتناع عن دفع رواتب الموظفين في كردستان العراق فاضحت اربيل بين فكي كماشه. الأول حصار حكومة العبادي والثاني الغضب الشعبي المتواصل الناقم على سوء الأحوال المعيشية سوء الأحوال المعيشية هذه تجلى بارتفاع معدل البطالة والفقر في كردستان ليتجاوز حاجز 15% بعد إيقاف أكثر من ألف شركة لأعمالها وخروج ألف أخرى من كردستان والله ماكو شغل لا لا عدولات عندي بيت إيجار 200000 ماكو شغل ماكو حكومه لا ماكو هيك هذا عالم كل ماكو شغل هذا الرقم المخيف بحسب خبراء الاقتصاد كان بسبب الإدارة الحالية للأزمة الاقتصادية نهيك عن أن سلطات كردستان وحتى السادس عشر من تشرين الأول لم تستمع لأحد حتى واجهت الأزمة الراهنة فخسرت موارد النفط وباقي الامتيازات التي كانت تتمتع بها مدن كردستان العراق سابقا يحتاج إلى حلول سريعة الوضع الاقتصادي اجراء اصلاحات اقتصاديه مثلا الفصل بين راس المال والسلطه مثلا اصدار قانون بعدم جواز او بعدم سماح للاحزاب السياسيه تمتلك شركات تجاريه ولعل مشكله كردستان العراق الاقتصاديه إن أفضت إلى شيء فإنها ستفضي لأمرين مهمين، الأول أن الحكومة في بغداد طوال الأربعة عشر عاما الماضية لا تجد حرجا من معاقبة سكان مدن بأكملها وفقا لخلافاتها السياسية بحصار وتجويع أو حتى عمل عسكري، أما الثاني فإن تساوي سوء الحالة المعيشية وتردي الحال بين مدن العراق هو نتيجة طبيعية لبنيان شيد بنظر البعض على خطأ، فكان لزاما أن يكون بنتائج وخيمة و كوارث متتاليه كما هو الحال في العراق اليوم